طبعا في مطالبه اخيره عندي يا ابو مناحي قبل ما تختم جاني في ذاك. تفضل. انا اطالب من هذا المنبر والدنا ورئيس مجلس الاداره والمدير التنفيذي ونائب مجلس الاداره الا يخرجوا متسابقين برنامج مراجل وان يعيدون على هذه الشاشه بحله العيد وجمال العيد ومرحبا ومسهلا. اسمع، ومرحبا ومسهلا بذويهم واخوانهم واطفالهم يجملون هذه الشاشه. لذلك العيد هذا بيكون مختلف وبيكون البرنامج ذو 3 شهور اللي دخل رمضان في الوسط، وبتستانسون ان شاء الله بعيد على هذه الشاشه مع المتسابقين وهم بحله العيد. لذلك انا اطالب من هذا المنبر وان شاء الله انه يتم. طيب سبحان الله، انت كانك تكشف ايش في خاطري. الله. انا واتكلم الان بقول ايش رايكم في رتم الشباب، ايش رايكم بحضورهم، ايش رايكم بتفاعلهم بخصوص الاجازه وبخصوص العيد. انا احترم صالح مكسر على الصعيد الاعلامي، الصعيد الشخصي، الراي، ولكن انا لي وجهه نظر بالعكس. شباب حضورهم جميل، تفاعلهم جميل. اتمنى من رئيس مجلس الاداره والمدير التنفيذي الاسراع في اتخاذ الاجازه لهم في العيد. انا كذلك، يعني من حق المتسابقين انهم يعيدوا مع اهاليهم. انا داري انت زي محمد، زي ما انت بتروح تعيد مع عجوزك يا ابو حمود، المتسابقين يبغون يروحون يعيدوا مع اهاليهم. اطالب رئيس مجلس الاداره الشيخ ابراهيم الحسين وكذلك نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي في السماح للمتسابقين بالخروج في ايام عيد الفطر المبارك، واتمنى ان يكون قبل العيد بيوم علشان اللي مشواره بعيد، اللي جاي من جنوب المملكه ومن شمال المملكه ومن شرقها ومن غربها، وكذلك اللي جاي من عمان ومن الكويت. فلذلك نطالب ان شاء الله انهم يعطونهم يوم قبل العيد ويسمحون لهم بالخروج ان شاء الله، يعيدون مع اهاليهم، يجونا بروح ان شاء الله جميله ومعنويه عاليه، ويجون ان شاء الله بقوه ونشاط وحيويه. لا يا نايف كوع، ولا يا محمد كوع، جمهورنا الفاضل ساعدوني عليهم، ماذا قدموا؟ هروب وجوالات وانخفاض في الرتم، كيف يخرجون؟ تراهم يجلسون، ما منطقي الكلام ده. طيب والله ما منطقي يا اخوان. طيب انا بميل لك شوي، بميل لك شوي، برغم اني طالبت لهم اجازه زين، ولكن من اليوم لاحظ التفاعل الى الاسبوع القادم. ايوه هذه النقطه اللي تكلم عنها ابو مناحي. يا شباب احنا قاعدين نطالب انكم تطلعون الايام الجايه، ما يعني ان الايام القليله القادمه انه ينزل الرتم، بالعكس هذا يعطيكم دافع انكم تميزون وتنجحون فقراتكم بالضبط، ويكون عندكم نشاط وحيويه في حضور الفقرات والاهتمام فيها. كلامي هذا حطوه بين قوسين، اهتموا في فقراتكم واهتموا في الحضور علشان ان شاء الله ابو صالح ما يعسرنا ان شاء الله، يقدر طلبتنا ويعطينا اياها ان شاء الله ويوافق على خروجنا. ونتمنى انهم ما يخلفون هقوتي وهقوتك اللي احنا حقناها. هذا الكلام، هذا الكلام يا شيخ. مرزبه مرزبه.